الآن يعني نحضر اليوم لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، وهو حدث سياسي مهم جدا، يجب أن نقول هذا. لماذا؟ لأن بيان السياسة العامة للحكومة هو إجراء وإلزام دستوري يلزم الحكومة بأن تقدم بيان السياسة العامة أمام البرلمان تطبيقا للمادة 111 من الدستور، وهو يعني سلوك مؤسساتي. نستطيع القول بأن الحكومة والجهاز التنفيذي يعني امتثل لإرساء ثقافة جديدة في إدارة الدولة، وهو احترام مؤسسات الدستورية وتحقيق هذا التكامل ما بين مختلف المؤسسات الدستورية، وإعطاء قوة للمؤسسات الدستورية وتمكين كل مؤسسة أن تمارس صلاحياتها كما ينص عليها الدستور. إذا أردنا أن نبني دولة قوية لابد أن نعزز ونقوي من كافة المؤسسات، ونتخلى عن السلوك في إدارة الدولة الذي كان سائدا في المراحل السابقة، وهو تغول مجموعة من المؤسسات أو مؤسسة عن المؤسسات الأخرى وإضعاف المؤسسات وترهل المؤسسات، مما أدى إلى يعني ترهل حتى يعني وهشاشة حتى مؤسسات الدولة.